دكتور، أولا الرد على هذا السؤال، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محرك لتحقيق التنمية المستدامة في مصر؟ هو الحقيقة اللي نقدر نقول بقية هذا القرن هو قرن الذكاء الاصطناعي، مع اختلاف التطبيقات اللي هتظهر. وزي ما قال الدكتور كلاوس شواب ان الثورة الصناعية الرابعة وأهمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستغير شكل العالم وشكل المنتجات وشكل أساليب الإنتاج. أنا أعتقد الأجيال اللي جاية هتشوف عالم غير اللي احنا عايشينه حاليا في شكل الشوارع وشكل المنتجات وشكل أساليب الإنتاج وشكل التعليم وكل حاجة، لأن احنا عايشين النهاردة في عصر تكنولوجيا متقدمة، لكن اللي جاي هيبقى حاجة تانية خالص. هل هيكون للأفضل 100% أم للأفضل بنسبة كام في المية؟ لا بص حركة، هو كل التكنولوجيات اللي احنا عصرناها ليها جانب مهم جدا جدا ومفيد للبشرية، وإذا أسيء استخدامه وده جانب مظلم، متاح جانب يعني هتبقى عواقبه مستقبلا أكبر بكتير من التكنولوجيات الحديثة. النهاردة لما احنا نيجي نشوف النهاردة لما جون ماكارثي فكر من أكتر يعني من حوالي 69 سنة في عملية الذكاء الاصطناعي، هو يقال عليه أب الذكاء الاصطناعي، كان بيقول إحنا ليه ما فكرناش نعمل آلة تضاهي عمل الإنسان. ومن هذا الوقت بيفكروا، لكن هم النهاردة بيفكروا كتفكير سليم إن إحنا عايزين ناخد طريقة عمل الإنسان بس بصورة أفضل، بصورة أسرع، بقدرات حسابية أو تحليلية أو تنبؤية أعلى. وده الذكاء الاصطناعي توليدي يا دكتور؟ إيه؟ ده الذكاء الاصطناعي توليدي ما يسمى بشكل عام تعريف الذكاء الاصطناعي. فهم لما بدأوا في البداية كان النوع الأولاني كان بدأوا يعملوا حاجة اسمها ماشين ليرنينج، الآلة اللي بتتعلم. وكل التصنيع النهاردة سواء في أوروبا أو في أمريكا والصين كل المصانع بقاش فيها بشر، أيا كان نوع الماكينات أو السيارات أو الآلات اللي بتتصنع النهاردة بقى ماشين هي اللي بتركب ماشين، نبقاش فيه بشر خلاص. أولا هنا بيشتغل 24/7 مفيش مشكلة معاه، ما بيخطأش، هو متدرب على حاجة معينة بيعملها. وده بقالنا احنا كتير في الموضوع ده أكتر من 15-20 سنة. لما دخلوا بقى بعد كده قالوا طب واحنا ليه ما نطورش الماشين ليرنينج، نخليها ديب ليرنينج، التعلم العميق، ونسيبها تبدع. لو هي قابلت حاجة أفضل من اللي احنا معلمينها لها ممكن تخلق شيء جديد، تخلق حاجة جديدة. وهنا بقى ان انا اتحت للآلة انها تفكر زي الإنسان. وهنا بدأت تظهر أصناف جديدة من التطبيقات إلى أن ظهر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي. هنا بقى سابوله حرية الإبداع تماما، إن هو بيولد أفكار جديدة، بيولد منتجات جديدة. أنا ما أجي أقوله النهاردة، إحنا كنا زمان في البحث العلمي لو واحد فينا بيعمل بحث علمي كان لازم يتردد على المكتبات شهور وأيام ويقرأ ويعمل، وممكن يطلع البحث بتاعه موجود قبل كده. لا ده انت النهارده ممكن تقول له انا بدور على البحث الفلاني، كم بحث اتعمل في هذا المجال، هيقول لي من الابحاث الاحدث وهيقول كل حاجه النهارده. طب اذا النهارده دخلت بقى كمان مش بس كده ببحث، ده انا بقول له اعمل لي بحث. هو بيعمل بحث طبقا لمتطلباتي، بيقدر يعمل قصة طبقا لمتطلباتي، سيناريو، قطعة موسيقية، آلة فنية، يقدر يعمل بقى بعد كده لما يدخل في الديزاين، ديزاين لمشروع تطوير عقاري، ديزاين لناطحات سحاب، ديزاين لآلات. إذن أنا أتحت هنا إن هو بدأ يفكر بالإنسان بس بقدرات أعلى.